اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير، تكونوا بصحه جيده وما ناقصكم تاخير ان شاء الله. حبيبات ديالي، ما درت لكم حتى شي فيديو اليوم، ما شكيت عليكم. مشيت الحمام كايها الناس، غسلت الحمد لله، دي مده ما غسلت، ممكن استعد باش نعاود نمشي عند الوالده غدا ان شاء الله. ايوا الساعه انا راجعه، ما شكيت عليكم، طحت في الدروج، اكلتني جلابه عفطت عليها، وتقصحت في رجليا بجوج، اليمنى تقصحت في القصبه ديال الرجل واليسرى في الصبعين، تنفخوا، صرت واحد الصبيعه تنفخ بزاف، علاش غتودن. ايوا وبقيت كنقول سي با غراف سي با غراف، مي هادشي غادي كيضرني اوغوزمون كو الطونوبيل راه اوتوماتيك، ما كنحركش الرجل اليسرى، يعني غير اليمنى اللي خدامه ما بين الفران والاكسيليغاتور. نمشيو نقلبوا على، لان دابا كلشي يسد، المحلات ديال لي غاديو كلهم مسدين. نمشيو نشوفو شي سبيطار. وقالت لي مروه بنتي عروستي هي معايا، طري معاهم مرواتي، طوري عندك التليفون في السم الحريق، ما شفت عليكم، طوري واش تباني كل الى دورت حريق ما بغيتش باي غاف. متبركيش عليها بزاف، لا ما تعبيصهاش كاع، هي راه نازله بنتي، حتى هنا شي حاجه زرقت لي كضرني، شتي عندك. نمشي نشوفو هذاك ديال تابريكت، اليوم بدا السلام. سلام مروه، راه درتو لاباس عليكم؟ ما عنديش مع هذا، مع لي فيديو داكشي باقي ما توالفاتش، راه هي دارت تيك توك، ان شاء الله نبارطاجيو معكم باذن الله. ان شاء الله باذن الله. المهم نمشيو دابا نشوفو هذا السبيطار اللي حل جديد في حدا السكه ديال الترام. ما عرفتوش بنتي، حنا نمشيو على الله، انا ما عارفاش بالضبط شنو دايرين فيه، ولكن كيبان لي فيه لي زورجونس ياك. ونشوفو على الله، سينو نمشيو مولاي عبد الله. هذاكشي حتى مولاي عبد الله راه ولا زوين. حتى هادي شوفي، حاجة طويلة موفيز افيغ في الدروج، سيغتو ملي كتكوني هازة في يدك. جيستومون ملي كتلقى حتى باش تلقى. نديرو المازوط بنتي، ويدات حنا غادي نرجعو معاكم نشوفو شنو كاين ان شاء الله. متبركيش عليها بزاف، مقيساش كاع بنتي، ساعة ساعة كدير ليا عرفتي بحال، وحنايا مالنا مدورين كاع، دوري لعندك بعدا باش تبداي. ويدات السلام عليكم. الوغ فينا المحببه ديالي، مشينا لاكديتال، اكديتال شنقول لكم بحال شي كلينيك 5 اتوال. فينالمون جينا لسبيطار مولاي عبد الله، درت لا راديو هي تنبارطاجي معكم، واش غادي تشوفوا ولا لا؟ ظلام ما يبانش، ظلام. المهم مهرسه حبيبه، عندي داك الصبيه الصغير مهرس تهريسه صغيره، مقسوم على جوج، انا عرفت تهريسه لان ما حدا كتبرد وهي كت. شكرا سيدي، الله يجازيك بخير. الله يا ربي. ايوا قال لي قبيله كنت سقت، مي دابا ما قديتش، زادت نفخات وزراقت، الحمد لله على لطف الله، الحمد لله. دابا نقول لكم شوتي راسي كيضرني السم ديال الحريق، الله يجعلو يحس خفيف يا سيدي يا ربي. مروتي هي اللي صايقه الله يرضي عليها، هي بنتي حبيبه، غوزمون اللي جات معايا، وانا في الاول كنت غنتشجع غنجيب وحدي بحال شي هبيله، انا ما نويتش بنتي، قلت انا غير شي تقصيحه ولا هذا، سي با غاف كي راه صبرتي عليها. والحمد لله، الله يسلمك بنتي حبيبه. دابا خاصك تشوفي واش ديري القبض، دابا خصني تنشوف الطوماطو بنتي حتى غدا، الغدا حتى واحد ما خدام. ايه بالله، نمشي نشوف شي ندير شي جبيره بالليل.
والله خاصك تمشي للطوماطو ديالك. خصني نعيط على هذا الدريسي كيطوني باش يشوف محمد رياض التوانيت الطبيب ديالي، لان انا عندي العظيمه ترقاق وكيتهرسوا بسهوله الكبدات ديالي. اللي يوريكم باس اللي يوريكم باس ولا اللي يوريكم اللي يعطيكم ما يضركم الكبدات ديالي اللي يعطيكم ما يضركم. اخر مره تلبسي شي حاجه؟ يا بنتي ولا انا ما نويتش، انا اشتي جلابه والله ما كنحملها غير على هادشي، سيرتو ملي كنكونوا طالعين في الدروج هي كدلع، عفطت عليها ديك العفطه اللي عفطت عليها صافي، وانا نتعكل تضربت في القصبه درجل، وهذاك الصبيع الاخر طرطق بحال هكا الصبيعات كاملين، ودارت لي تقاشر مع الصنداله طرطق. انا قلت غير فدعه، ما نويتش غادي تكون هرسه، مي الحمد لله الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. الله يجعلهم حس خفيف يا سيدي ربي، عرفتي بقوة الحرك في كذا ما حدا كتبرد يا حبيباتي. والسم السم 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 تي ناخد شونتي انا انفلاماتوار، عطاني ديك لودازين تنقلبو على فارماسي اي دو كارد فكرتيني، عطاني ديك لو 50 وعطاني هذا لوميبخازول ودازين، وقال لي ضروري خصكي تشوفي طوماطو تادو غير لي زيرجونس. المهم انا كنت مشيت غير على ود الراديو هو اللي عندي مهم، لان الحبيبات ديالي محل الاشعه كله مسدين، سي دوماج ما كيكونش ما تيكونش هذا كومونتياج بيرمانونس. ايوا السبيطار هلي ديرو شي مسلم كتشوفوا داكشي اللي ما عمركم ما شفتوه. قصص الناس قصص الناس والله العظيم قصص الناس، والشبان صغار الله يهدينا ويهديهم ويهدي وليدات المسلمين اجمعين يا ربي. حد بها الدراري ثلاثه غير بوحديتهم؟ لا دايرين لي غولوغز ولاصقين في الطوموبيل ثلاثه بهم. واحد راه الله يستر هذاك تهرس. اين هذا هذاك اللي ناس هذاك مهرس هذاك مهرس كيصلوا فيه والاخرين كلهم فرشخين والاخر اللي فيه الدوخه كلهم فرشخ، وراه هذوك راه وحفيانين والحال. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والله. ودابا جابتهم لومبيلونس بلا والديهم؟ لا راه ما كاين معاهم حتى شي واحد، حتى واحد وكلهم قصيرين كلهم صغار حتى يقيدوا المراه وكيقيدوا باش قالوا لهم لي كارت، قال لهم عاد تيقولوا لهم العمر ديالهم تاخذ ما عندو لا كارت. والله يكون معاهم هادشي اللي كاين، وعلم الله والديهم ساكن مسيقوا الخبار يجيو طاجين وقت لكم كبيدات على اكديطال. ملي مشينا هادشي في الدخله، في الدخله غيشوفك الطبيب غير غيشوفك باش يعطيك ديري الراديو، قالت لك 350 والراديو 350 باش يدوز لك ويعطيك واحد ونص، والراديو 350 بين 200 300 350 فوالا، يعني غتخرجوا من تما ما بين 500 درهم ولا 700 درهم، باقي ما درنا حتى شي حاجه. مي بعدا مشيت للوبيتال مولاي عبد الله خلصنا 120 درهم في 40 درهم كونسلطاسيون قولي ب 40 درهم والراديو ب 120. دابا حنا لي ميتواليست، لي ميتواليست كنخلصوا هادشي، واللي ما عندهمش لا ميتوال مساكن راه تيجيبو ديك المهم شي ورقه كيطلبوها لهم. هادشي اللي كاين كبيدات، حنا كيطلبوا لنا اما لا سي ان اس اس اما بغيتو واخا كتنظمين. لا منظمين ماشي فحال، لا 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 تبارك الله شي بنتي كانوا الناس ما نقيينش الحبيبات ديالي ياكلوا ويرميو فريمون لوبيتال واعر بياني كيبي، ولكن بنادم موسخ بنادم موسخ. خاصك تشوفي يا بنتي شي فارماسي انا مزوقه فيك، شوفي تيضرني سير 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 بزاف، شوفي في التليفون شي فارماسي بكاع. والله يا ربي سرتو بقيت كاسه مدليا وجلسنا الكبيدات ديالي النوبه تبارك الله بنادم كثير الله يشافي العباد. والحبيبات ديالي حنا غنشوفوا شي فارماسي ان شاء الله ونرجع معكم باذن الله. صباح النور الكبيدات، كي صبحتي وعلى خير؟ نتمنى انكم تكونوا صبحتي وعلى خير وبخير وما ناقصكم حتى شي خير الحبيبات. الو انتم كتشوفوني صبحت حالتي حالتي، شوفوا عين هي كيمنفخين، راني ما نعسش الليل كله بالحريق شكوى الله فريمون، بنت ليله ما فيها ما تجف. الحمد لله على كل حال، الحمد لله اللي جبنا عند ربي مرحبا. وحنايا راه مسيرين ماشي مخيرين، الحمد لله على كل حال. والله العظيم الا بنت ليله ليله ما نتمنهاش العدويه، هذا اللي كاين. بون كي قلت لكم البارحه حبيبات ديالي راه شنقول لكم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. المهم لقيت الصبيه الصغير مهرس، وشو سبحان الله داك
الصبع الرابع من لغطي الكبير للصغير الرابع هو اللي تهرس. وشو قداش قداش صغير والحريق ديالو ما نقول لكمش ما نقول لكمش حبيبات ديالي. وانا بحكم الرجل عندي فيها مشكيت عليكم ليكزيما لان كنت عفت على سي ليكزيما دو كونتاكت كان قاسني المقاطع شكوى الله. ايوا هادي عام وانا كنقاسي به والحمد لله على كل حال. المهم حنا كنديروا الدواء والشافي هو الله. الوغ انا ندور الكاميرا ونتمنى تبان لكم الهرسه في الراديو. دابا انا كنستعد قجبرتوني كنلبس حويجاتي كنستعد باش نمشي عند مامتي لان ما يمكنش نزيد نتعطل عليها مسكينه وكل نهار كندوي معها انا جايه انا جايه وما بغيتش نقول لها راني تهرست لان غادي تصحاب لها شي هرسانيت ولو انها راه هرسه هرسه. ايوا غادي نمشي ان شاء الله نتوكل على الله. نوريكم رجلي درت لها غير البونداج لان ما يمكنليش ندير فيها القبص. وهذا الطبيب قال لي ملي شافني طوماطو اللي كان يجينا من العائله قال لي خصها غير الراحه الراحه. دار لي ان بونداج باش ايموبيليزاها. اي ولكن الراحه عند الله سبحانه وتعالى. ايوا نتمنى ان شاء الله تجبر باذن الله يا ربي. يلا انا نقلب الكاميرا حبيبات ديالي ونوريكم شي لاخر. فوالا الكبيدات راهي تبان لكم التهريسه راهي راه كتبان فوالا باينه. ايوا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ايوا هذا هو الدواء اللي عطاني عطاني ديكلو 50 وعطاني الدواء ديال المعده ودازين لان هاد لي زونتي انفلاماتوار كيضروا شويه في المعده. ايوا هذا اللي كاين حبيباتي وها انا هاد الدواء ديالي. البارح قلبنا على الفارماسي دو غارد تجبرناها ما بغيناش شي نرجعوا معكم. انا كتعرف مني كيبرد الدم تيولي الحريق هادشي اللي كاين. ايوا ها انا السيده اللي طلبتني مسكينه قالت لي ديري لي تور شامل في الغرفه ان شاء الله الحبيبه ديالي غنولي شويه وراه غادي ندير لكم تور وكل نهار ندير لكم تور في بلاصه باذن الله. الله يهنينا. يلا الحبيبه ديالي نرجع معكم ان شاء الله. كبيدات ديالي قلت لكم انا نوري لكم البونداج نسيت ما وريتلكمش. فوالا الحبيبه ديالي جمع لي الصبيعات مع بعضهم كل صبع كيلوي ويزيد صبع اخر صبع اخر. المهم تيموبيليزات ولكن راه ما نقول لكمش الحريقه حبيبه ديالي. الله يكون معنا. واللي بغيتي نقول للحبيبات ديالي باش نفسر لكم الطوموبيل راه هي عندي اوتوماتيك يعني هاد الرجل اللي صرا ما كنستعملهاش بحكم هي فيها لومبرياج اوتوماتيك كيف اللي كتخدم هي رجل اليمنى. وغادي نلبس هاد لا شوسيور هادي لان مع البونداج ما غيدخل لي حتى لا صباط لا صنداله. وهذا اللي كان حبيبه انا دابا راه طلع العساس باش يهبط لي الباجاج مع مروتي الله يرضي عليها ونطلع للطوموبيله كبيدات ونرجع معكم. ويلي ويلي استغفر الله العظيم. الو حبيباتي انا غادي ان شاء الله ها اللي قلت لكم هي هادي راه قدرتش نوري لكم رجل اخرى دزت فيها سبرديله لان ما كنقدرش نورك عليها. ايوا حنا غادي ان شاء الله ابامو شتي ورا بدات كتنشنش quand j'ai du mal à descendre les escaliers. Je t'y vois. الكراج تاع الكراج عندنا فيه الدروج مالوغوزمون. وهاد الاقامه راه ما فيهاش
لاسونسور بحكم ما فايتاش 4 ايطاج وشحال هادي ما كانوش كيعطيو لي زوتوريزاسيون بور موان دو 5 ايطاج باش يديروا الناس المصاعد. كبيدات ديالي لا تمشي تنوض ليا شي وحده تقول لي انت فيك هادشي كله وكديري الفيديو. انا راه كنتقاسم غير مع الناس ديالي اللي عزيزه عليهم ومتبعيني طبيعه الحال كنتقاسم معاهم كلشي. هذا هو اللي كاين حبيبات ديالي ما تلومونيش حيت الا غبرت على القناه غتولي تهبط بحال اللي كانت. الوغ انا وصلت للسياره يا بسم الله الله والله يا كريم. بسم الله توكلنا على الله. والله يا ربي وهي اللي ننطلق كبيدة ديالي. عندي واحد التقرقيب في الطوموبيله الكبيدات لان ملي نركبوا لي بياسو ديكشي خاصهم واحد الباطات ديال الموتور فيهم واحد الجليدات حتى هما كانوا تقاسوا وباقي ما جاو يلا كوموندينهم. بسم الله توكلنا على الله. سنين دوز ندير المازوت ان شاء الله. تكبيدات ملي كنحطها كتعطيني السم ديال الحريق هو الهرس ملي كتكون يكون الدم سخون ما كضرش بحال اللي ملي كيبرد الدم. والله جو دي با راني كنبرد غير ب لي زونتي انفلاماتوار مي نونبيش ما والله البارح ما غمضت اش نقول لكم كنلاصق سيم والنوض عرفتي صعيب الحال. شكرا. إذا سمعتو ديك الطرق راه هي ديك الباطا لي كتقرقب. نتمنوا هاد النوبه ما يتعطلوش بحال اللي داروا عليا في البياس الاخر سيمو راه طويله وبزاف. سبحان الله منين خرجت كان الجو بارد الشتيوه كتنشنش دابا ما شاء الله الشميشه نديرو شويه ديال ليكرون توتال. كبيدات انا عندي لابو فريمون ترو ترو سيش والشمس دغيا كتحرقني بصح كوني كانت كت
كتحرقني ويكون لو تان يونيفي ماشي مشكل، ولكن كتحرقني وكيبقاو الطبايع طبايع طبايع واحد الطبايع ما فيهم ما يتشاف. نمشي ندير الغازوال الزينات نتقاسم معكم هاد لي كرون طوطال خرجاتو لي الطبيبه ديال الجلد اللي في الدار البيضاء سميتها هند. نسات لي الكنيه ديالها ولكن دابا ان شاء الله نقلب في لي زوردونونس ونوريها لكم. الو لي كرون طوطال هو هذا غزال بزاف وخا ميدوم، اللي شفتو ميدوم غادي تقول راه كيحرق ولكن لا غزال فريمون ايلي ترو بيان. تعجبكم احبيباتي ها هو سكرينيوه. انا بعدا لقيت عليه راحتي بزاف لان راكم جربت بزاف 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 ديال لي زيكرون شنقول لكم. هذا عجبني بزاف طبيعة الحال. ليكرون راه خصكم ديروه كل ساعتين، ولو ان حنا راه ما كنلتزموش شي بساعتين الله يكون معنا. السلام عليكم اولدي، عفاك 200 درهم قلت والله يرضي عليك. عفوا ولدي غيت نقدر الرويد مي تبارك الله وصلت على النبي واحد الصف، ولكن خاصني نقدم عشان الطريق ضروري ضروري. نشارجيو حبيبة ديالي جواز باش ما نتعطلو شي في الطريق، يعني دابا العطلة ما شاء الله واليوم ديجا كاين جور فيغيي. أورانج أيام بدال فين كجواز انا غدا لي فاكتور وجالسه كنقلب باش تعرفوني. الوغ اوتوغوت ماروك سيرفيس ريشارج جواز هانتوما نيميرو دو باس خصني نكتب هذا اللي مكتوب هنا تيكون في هادي ونبينا عليه الصلاة والسلام. كتكون عندكم لابليكاسيون كبيدات كتسهل عليكم شلا حوايج. علينا تدابلين عرفتي ما نعساش صبح ليا هنا زرق لهلا يعطينا ولهلا يعطيكم سهر الليل لهلا يكتبو على مسلم فغيمون انا اللي عارفه بحقه. الله اكبر جاي قد لي الرويضه جبرنا فيها مسماره كبيدات خصني نرجع عند مول الروايد الحول ولا قوه الا بالله العظيم. بان لك اولدي فيها مسمار باين مسمار. شكرا ولدي شكرا يا الله يا الله ندير لعنا. هذا هو طبعي دائما ما كنبغيش الطريق طويله كيخصني قد الروايد ضروري ضروري.
ولو ان هي فيها ليبنوتيوبلس يعني ما كيتفشو حتى كتوقف، ولكن من الافضل الواحد يفيريفي الطريق هادي. الله يرحم لك الوالدين، كبيدة تمشو عند مول ليبنو ان شاء الله. كبيدة انا جيت باش نبدا الرويضة اونفان باش نصايبها، سمحوا لي كيف ما انتم عارفين باقي ما جابوش ليا لا غوت سوكور، ما كنبغيش نغامر، هذا هو اللي كاين في بنتي هذه. فوالا حنا غنشوفوا شنو فيها، كل خير ان شاء الله يا ربي. نصوروا ولدي يعطيك الستر عندك الفالي ها الفالي ياك، حيت انا ديما كتنقص، وهذه راه يلاه ركبوها ليا جديده في لا ميزون. فالي لا اله الا الله. والمسمار نشوف المسمار فين جا، انا دابا المسمار معليش نشوف ها ليه مصيبه. وهذاك شنو غنديروا له؟ نشوف كيفاش غنديروا له. عندك كيفاش تصلحوا؟ حتى راه كابتور هذا حتى راه كابتور، هذا راه هو اللي كيعطيك كلشي. راه في الطابلو دفور كدير لي باللي لان الفالف عندك فيه شي حاجه ياك، دونك حتى نردها لا ميزون. كاغي نردها لا ميزون بلا شوشه. لا واش تبقى حيت هادي راه عندي مده وهي هكا اونفا مده سيمانه. لا الجبدات جينا نحلوا الفال ولا بحال هكا كيتفش كتفش لك دابا داوي. وشنو غنديروا لها تصوبها؟ نشوف في لا خصك فال نركبوا لك ما خصك لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. وصافي صافي ها عرفتي يا ولدي الماتيريال باش يجيبوه لي 6 شهور من شهر 12 يلا ركبوا لي كامله ركبوا لي رويضه كامله كومبلي يعني لا هما انا حيت من الاول وهي كتماركي لي في الطابلو داك بي ام اس ولا ديك الشيء تيقولوا لي لا حكا غير هذاك البلو دو سكور لان كونيكتي راه تيطلع لك بلي ما كاينش. اذا انتم كيف سمعتوا عندي مشكله في الفالف دابا اوبليجي خصني نبدلو لان ما نقدرش نشد به الطريق لا تمشي تفش لي الرويضه. حنا كنا ناويين غير مسمار ايوا حاجه كتديك الحاجه الحمد لله على كل حال. كيف ما قلت للسيده انا غادي يحيد ليا الفالف وغنخليه عندي باش ان شاء الله ني نرجع من عند الوالده غادي نرجع لا ميزون، لان هذه رويضه كومبليت ركبوها ليا في لا ميزون ومن نهار اللي ركبت وهي فيها هذا المشكل. وكانوا كيقولوا ليا باللي لو بنو دو سكور لان نورمالمون هي كتكون كونيكتي داكشي باش كيطلع لك داكشي في الطابلو دبور. دابا منين نطلع غنصور لكم الطابلو دبور شنو كيطلع لي كبيدات. فوالا الحبيبات ديالي الله يجزيكم بخير على التتبع ديالكم. اونفا تصايبات اللي تبدل هو هذا الفالف كبيدات ها هو هو اللي تبدل. صافا حمزه شكون راجعوا والله الحبيبات هذا هو اللي كاين. يلاه ساليت شوي متاش خرجت وي متاش غنشد الطريق إلي 14:35 جوج ونص فايته. هذا هو الفالف الحبيبه ديالي شو كيف داير فوالا. هذه هي الرويضه الجديده اللي بدلوها فيها الفالف مهلوك. ما يقولوا لي سيدي كونسومابل كذا كذا شي، وانا راه يلاه ركبته يلاه ركبتهم اليوم جات طاحت مع النار ما كاينش خدمه ما عنديش كي ندير الحبيبات ديالي اوبليجي نبدلو. اوغزمون مسكين السيد بدل ليا واحد وبدل هذاك الفالف ماشي دوريجين بدل ليا واحد دوريجين وحيد داك المسمار وقد وداك المسمار راه ما دخلش في الرويضه يعني ما تقباش باش تشوفوا مكاتيب شنو السبب اللي كيجعلني باش نكتشف بلي الفالف هو اللي ما اللي فيه مشكل. سبحان الله سبحان الله قال لا لا المسمار راه ما دخل شيء ما عنديش لاش ناخذ لك رزقك لان هذا حنا كليان ديالو مده هذه كنعرفو من يامات المرحوم الله يرحمه ويوسع عليه فهاد النهار. المهم تقام عليه كلشي ب 100 درهم هو غير قل في الحق البلب 60 درهم وداك هذا انا وطني مسكين لي بوشون لان كيطيروهم لي بزاف في هذا ملي كنمشي نريقل الرويض فايما ما كي وتيتسرقوا اصلا هما يا كيسرقوهم بلا عداد الله يهديهم. ايوا هادشي اللي كان الكبيدات ديالي انا دورت معاه لان يستحق بنادم ملي كيصادقك القول يستحق.
الله يجازيه بخير. واخيرا ان شاء الله اخيرا عيطت على ماما مسكينه زعفات عليا، كنت ما بغيتش واش نقول لها، قلت لها راني معطله هذا، قالت لي ما خرجتيش بكري وهذا حتى غير ما تسناونيش للغدا. ما كاينه حاجه مالك اختي، وكاين خويا عبد الحفيظ ورشدي، ايوا هذا اللي كاين الكبيدات، توكلوا على الله ان شاء الله الرحمن الرحيم. الكبيدات ديالي واحد السيده مسكينه سولتني قالت لي فين كاين سيدي علال البحراوي. سيدي علال البحراوي يا حبيباتي اللي ما كيعرفوش راه هو الكاموني، لان كان معروف بالكاموني، علاش الله اعلم. لكن سيدي علال البحراوي راه هو مدفون فيه واحد الولي صالح سميتو سيدي علال البحراوي، يمكن هادشي علاش تكنا سيدي علال البحراوي. وفي جوجل ماب وهذا راه كتخرج سيدي علال البحراوي ماشي الكاموني ويز وهذا، المهم كيخرج دائما سيدي علال البحراوي حتى في لي زادريس، زعما لا كان شي رسائل ولا هذا كيمشي بسيدي علال البحراوي. راه كاين في الطريق اللي كتدي للمكناس، يعني كتفوتوا العرجات كتلقاو ملي كتفوتوا، المهم كاين طريق السهول على يديكم اليمن، من بعد كتجبروا جنان المعموره، سي تي ستاسيون افريقيا تري كونو، كتكون فيها الماكله وكل شيء، غير واحد ميم با كيلومتر كيلكو متر راه كدوروا على يديكم اليمن. باينه سيدي علال البحراوي، هي باقا زون اوربان ولكن تبارك الرحمن الجو ديالها معتبر في هذه السنوات الاخيره، عمرات وعمرات بيمن بالناس ديال الرباط والنواحي، لان الناس كتشري فيها العقار الاراضي في ذاك الوقت كانت رخيصه، وما دابا راه ما تلاتش امبوسيبل الواحد يوصلها، بحيث 100 متر ب 100 مليون ولا شريتي الارض ب 100 مليون باش غتبنيها. ايوا هذا اللي كاين، مي في الوقت تبارك الله في زاني 2000 وهذا كانت رخيصه الصراحه ضرب، والناس تبارك الله شراو وبناو. دابا كاين تاع عمارات كيتبنى وفيها مدارس، فيها هي قريبه تدخل المجال الحضاري، ولكن راه باقا تبع هاد الساعه هي تبع العمالات الخميسات، ولو انها بعيده عليها بشي 60 كيلومتر تقريبا شي كذا و 50، مي كتبقى هي وتفلت تبعين تبعين الخميسات. ايوا هذا توضيح الحبيبات ديالي على هذا العنوان. وكاينه واحد السيده واحده اخرى سولتني على لابليكاسيون اللي كنصوب بها الصوره المصغره، والله حبيبه ديالي ما عرفتش، بحيث نرجس هي اللي كتصايبها، ان شاء الله ان شاء الله غادي نقولها ليها ملي نرجع من عند الوالده. وليت نقول الوالده شي وحدين عقدوني، لكن لا سمحوا لي انايا كبرت على ماما وبابا، بحكم حنايا الامازيغ جو صوت دو كوكالان تنقولوا يما ماما او لا، وبالنسبه لبابا راه بابا مش الحق نقولوا بابا، يعني ما كاينش الفرق، راه كتكتب بنفس الطريقه بابا. والاهم في هادشي هو كامل شتي كل واحد علاش تربى وعلاش كبر يقول بابا ولا بابا ولا ماما ولا يما ولا يو ولا راه كتبقى دائما غير سميه، وكل واحد شنو علاش تربى، كل واحد فين كبر والبيئه اللي كبر فيها، بلا ما نبقاو نحاسبوا بعضياتنا لو انت كبيره وكتقولي علاش. وفي خباركم انا ماما نهار اللي كنقول لها الوالده كيبقى فيها الحال، وحق الله العلي العظيم. وبالنسبه لخوتي الرجال الاخرين كيعيطوا لها الوالده، كتقول لك علاش، يقول لي الوالده فين هي هاد ماما، كتعجبها شتي ديك كلمة ماما راه كترن في الودن. أنا ملي كيعيط لي ولدي آدم ماما ولا بنتي ولا هذا، راه تقليب ديالك حتى هي هذا. ولهذا حبيباتي ما بقاوش نديوها في التفاهات وفي لي فوتيليتي، ونبداو نحسبوا على بعضياتنا الكلام ونلقطوا الحجيرات وهذا، نو الواحد يكون يترقى في الأفكار ديالو، هذا هو اللي بغيت نقول لكم، نترقاو في الأفكار ديالنا والأخلاق ديالنا
والدين ديالنا ونتعاونوا في المسائل اللي هي مهمه ونشوفوا المسائل اللي هي مهمه، تربيه اولادنا، قرايتهم، كيفاش نحسنوا من 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 الذات ديالنا ونفوسنا ونطوروا راسنا، هذا هو اللي مهم. اما نقول بابا ولا نقول ماما ولا هذا راه غير الله يهدينا، هذا هو اللي يمكن يقول لكم الله يهدينا على بعضياتنا. والله تنسيت شنو كنت علاش كنت كندوي نسيت كنت كنهضر على سيدي هلال البحراوي. والله الا كنت حيت كنكون باغيه ندوي على شي حاجه كنساع فحال النوبه في الفيديو اللي فات كنت باغا نقول لكم سيدي هلال البحراوي ونسيت، وعاد جبرت في واحد التعليق واحد اخر قالت لي السيده راه ما جاوبتينيش، انا جاوبتك الحبيبه ديالي. واه بالنسبه للصوره المصغره سمحوا لي ان شاء الله ملي غنرجع غادي نقول النرجس باش توريكم احبيبات وتقول لكم لابليكاسيون شنو هي وكيفاش كنديروا. الله يرضي عليها راه ما غاديش يتبخل عليكم. الناس اللي السيدات اللي كيديروا اللي عندهم قنوات وكيديروا اليوتيوب راه حتى انا كنتعلم ماشي عيب، واللي كتخدم على راسها في الحلال وعندها محتوى مزيان ونقي اللهم يسير اللهم يسير. الحبيبات ديالي الزمان راه صعب وبزاف ومتطلبات الحياه كثرات والله يعطينا على قد نيتنا يا ربي، الله يعطينا على قد نيتنا يا رحمن يا رحيم. المفروض احنا كمسلمين نتعاونوا بعضياتنا باللي كتب الله وباللي قدرنا عليه الله. ايوا هذا اللي كان الحبيبات ديالي. دابا ان شاء الله غادي نتكونسونطرا على السياقه. واخيرا كبيدات حبيبات ديالي الزينات، هاني وصلت لمدينه القبسات. دابا راه هي قولوا الربعة قل القسم، تبارك الله الطريق عامره 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 ما شاء الله. جيت غير بشويه حبيبات ديالي عتي مع انا واخده لونتيغ لا مادوار ما شكيت عليكم ضراتني معدتي جاني فيها واحد الحريق خايب خايب خايب. ايوا دزت العرجات كليت شي شويه لان هي لونتيغ لا مادوار ما كتاخذو على الجوع في الحقيقه كيهلك. كبيدات نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا الدخله ديال المدينه. كوش كنحس بها تزيرات وتنفخات لان مدلياها سكي توتافي نورمال. مسكينه ماما زعفات قالت لي كتقولي لي جايه طمعيني وعاوتاني تخرج لك شي حاجه. صافي 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 الله يجيبك على خير مسكينه. الحمد لله الله يسمح لنا من الوالدين ديجا المرضو هذا متيبقى لهم لا خاطر لي كان. نقول لكم الحبيبات ديالي تيظهر لي نسد معكم الفيديو هنايا ونعاود نرجع معكم فيديو جديد باذن الله. المهم انا جيت نطلع عليكم نقول لكم ماذا وقع لي وكنقول لكم شكرا شكرا بزاف لكم على التعليق ديالكم وشكرا اللي عجبتو غرفه النوم ديالي. ان شاء الله تجي وقيتات نتقاسم معكم نجار الالكتريسيان نتقاسم معكم منين كناخذ الخشب في السلام وفين كندي نفصلو الماكينه يعني كل شيء حبيباتي. ولا رجعتي والله العظيم راه درت لكم ديك الفيديوهات اللي باش بديت فيه الدريسينغ راه انا درتهم في صندوق الوصف في الفيديو هذا اللي فات ديال غرفه نومي راه فيه فيديوهات منين كناخذ في سيدي موسى من عند النجارين كناخذ العود كاينه الماكينه تما كاين واحد السيد الله عمر لي الدار من اطيب خلق الله سميتو عبد الواحد هو اللي عنده الماكينه تبارك الله هو اللي كيصايب لي ويفصل لي ونجي للدار ونقاد داكشي واي حاجه احتاجيتها كنمشي لعندو الله يجزيه بخير. رجعوا للفيديوهات وشوفوهم راه فيديوهات زويونين وغتعلموا منهم شله حوايج وغادي يعجبوكم باذن الله. يلا الكبيدات استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وكنقول لكم ان شاء الله الى الفيديو المقبل. اللي ما مشتركش اشترك
وديروا لي لايك الله يعطيكم صحتكم الحبيبات ديالي. كنلقى ناس بزاف تبارك الله اللي يشوفوا الفيديو ولكن البصمه قليله. المهم ديروا لايك باش محرك البحث يعرف القناه ديالي بدا يطلعها وتشاف ان شاء الله وتبارطاجا باذن الله. الله يجازيكم بخير الغزالات. يلا مع السلامه الحبيبات ديالي. انا قربت نوصل عند ميمتي تشوف كي غادي تستقبلني واش غواشه ولا ضحيكه. المهم يكون خير ان شاء الله. نقول لكم في الفيديو الماجي باذن الله.